في إطار معالجة رحلات الإجلاء قامت مصالحنا بتاريخ 15 ديسمبر 2020 من تحقيق عملية حجز نوعية من العملة الصعبة، قدر المبلغ المحجوز ب 53,270 أورو، كانت مخبأة بإحكام داخل إبريق من الشاي في الحقيبة، حيث كانت الغرامة المالية المستحقة في هذا الإطار ما يفوق 17 مليون دينار جزائري، وهذا كله بفضل يقظة وتفطن أعواننا على مستوى الميدان والذين يعملون بصفة دائمة ومستمرة خدمة للمواطن وحماية للاقتصاد الوطني. كما نشير كذلك أنه في إطار بذل مجهودات كبيرة توجد فرق عملياتية موجودة على مستوى المفتشية الرئيسية للفرق بمطار هواري بومدين، فرقة الحراسة العامة، فرقة فحص المسافرين والفرقة المتجولة، وهذا كله لتحقيق نتائج هامة في هذا المجال.